مشاهدينا وينضم الينا من رام الله مراسلنا حافظ ابو صبره. حافظ، هل لك ان تطلعنا على التحضيرات للعيد ووضع الاسواق في الاراضي الفلسطينيه؟ نعم محمد، يعني نحن في وسط مدينة رام الله بالتحديد في دوار المنارة، يعني الأجواء لا ترتقي إلى الأيام الوقفة التي سبقت خلال الأعوام الماضية. الحركة في الأسواق ليست كالمعتاد، حتى الحركة الشرائية يعني كما استمعنا إلى التجار خلال جولتنا هنا في أسواق مدينة رام الله ليست كالمعتاد. أحد التجار قال بأن الحركة أو الموسم هذا هو أسوأ موسم يمر عليه منذ 38 عاما منذ افتتح محله التجاري هنا في دوار في ميدان الساعة بالقرب من ميدان المنارة. يعني الكل يجمع بأن الأوضاع السيئة الاقتصادية هذه تعود لنسبة نصف راتب يحصل عليها الموظف الفلسطيني في القطاع العام، وهذا أثر على الدورة الاقتصادية بشكل كامل وأثر على القطاع الخاص وعلى التجار وعلى المتسوقين، خصوصا ونحن مقدمون على عيد أضحى مبارك، نحن عشية عيد الأضحى ومقدمون أيضا على مهرجان العودة إلى المدارس، والعودة إلى المدارس بحاجة إلى مصاريف كبيرة تثقل كاهل المواطن الفلسطيني. هذا على الصعيد الاقتصادي. أما الأحوال الفلسطينية بشكل عام ميدانيا، تتواصل يعني انتهاكات الاحتلال من خلال عمليات بحثه عن منفذي عملية عطسيون كما يدعي. هذه العمليات تتواصل في مناطق جنوب الضفة الغربية وتنتهك حرمة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة ووقفة عيد الأضحى المبارك. يعني عدد كبير من الأسرى تم اعتقالهم على خلفية تنفيذ هذه العملية، ولكن حتى الآن قوات الاحتلال تواصل عملياتها في مدن بيت لحم والخليل. يعني على الصعيد السياسي أيضا هناك دعوات من المتطرفين المستوطنين لاقتحام الأقصى صبيحة عيد الأضحى المبارك، وهناك دعوات مقابلة من مختلف المؤسسات والهيئات الإسلامية وحتى المسيحية في مدينة القدس لأن يكون يوم غد هو يوم للرباط داخل المسجد الأقصى مواجهة لهذه الاقتحامات التي ينظمها المستوطنون هناك بالتزامن مع ما يسمى بعيد التاسع من آب الذي يصادف هذا العام عيد الأضحى المبارك. تم تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى صبيحة الغد حتى 7:30 صباحا استثناء هناك فقط، تم إعلان إغلاق مساجد القدس كافة وأن تكون صلاة العيد فقط داخل المسجد الأقصى المبارك. نعود إلى هنا إلى أجواء وقفة عيد الأضحى المبارك، وهنا في وسط مدينة رام الله يعني المحال التجارية كلها تشتكي نتيجة الحالة الاقتصادية السيئة هذا. ولكن قبل أن أعود لك بالاستوديو، معي هنا أحد المتسوقين. اولا مساء الخير وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. كيف شايف الوضع يعني عشيه عيد الاضحى واليوم يوم وقفه؟ يعني انا بحكي من منطلق موظف حكومي، انا اسمي محمد ابو هشاش موظف حكومي، طبعا اتقاضى ثلثين الراتب او نصف الراتب مثل كثير من الموظفين الحكوميين، واحنا بنعرف بانه الوضع الاقتصادي هو بدور في دائره متكامله، اذا صار في نقص في هاي الدائره اذا تتاثر باقي الدوائر. الراتب الحكومي والاعتماد الكلي عليه في الاقتصاد الفلسطيني على الراتب الحكومي والموظف الحكومي بالدرجة الأولى. إذا صار في خلل في هذا الراتب فأكيد الأسواق مثل ما أنت شايف بالضبط، عدد ناس كتير من المشتريين ولكن المشتريات قليلة جدا. فعليا مثل ما بيقولوا التجار أنت نازل بس تتفرج ليلة الوقفة؟ يعني أنا باستمرار موجود، أنا لظرف ما أني أنا موجود اليوم، أنا بالعادة يعني لازم أكون في الخليل في هذا اليوم لأنه أنا أهلي بالخليل، بس لظرف ما وشاءت الأقدار أني أنا أحضر العيد أو الوقفة لأول مرة في رام الله. مزبوط كلام التجار كثير صحيح، لانه انا لي اصدقاء تجار ولي اصدقاء بيشتغلوا في المحال التجاريه او بوردوا او يعني لازم يستقبلوا مجموعه من الحسابات بهاي الفتره، للاسف كان كثير متدني، الجابي قليل متدني رغم انه البضاعه كانت معروضه بكثره، وهذا حكينا انه بعود بعيدا عن موضوع الاحتلال، كمان في احتلال داخلي اللي هو موضوع الراتب واحتلال الناس اقتصاديا، اكيد المقاصة لها دور كبير، لكن برضو احنا ما بنضلنا نرمي المقاصة شماعة، اكيد في حلول كثيرة، لكن احنا بنضلنا نحكي عن موضوع المقاصة حتى يصير طموح الموظف هو فقط راتب كامل. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. اذا يعني محمد، هذا كان صوت لمواطن فلسطيني وهو بالطبع صوت كل المواطنين الفلسطينيين هنا في رام الله وفي كل مدن الضفة الغربية. قبل ان اعود لك بالاستوديو، كل عام وانتم بخير من هنا من فلسطين المحتلة الى الاردن الشقيق، كل عام وكل الامة الاسلامية والمسيحية بألف خير ايضا. وانت بخير زميل حافظ ابو صبرة، كنت معنا من مدينة رام الله المحتلة، شكرا جزيلا لك.